في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان، أقلعت طائرة نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة. تأتي تلك المساعدات تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء. من جانبه قدم الجانب السوداني الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات. طبعا كل الدعم والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصري على هذا التعاون في الفترة الحرجة اللي قاعد يمر بها العالم، وده امتداد لعلاقات تاريخية راسخة ومتميزة نتمنى إن هي تتواصل بالعلاقة بين الشعبين وبين البلدين وبين الحكومتين للوصول لمرحلة تكامل وتعاون كامل. بنرحب بالطائرتين المصريتين وبنشكر الحكومة المصرية عليهم، وبننظر لده في إطار علاقات الأخوة المستمرة والممتدة بين البلدين. شكرا للشعب المصري، ونحن معكم كما أنتم معنا، وشكرا جزيلا. حقيقة اليوم استقبلنا الجسر الجوي الثاني من الإخوة في جمهورية مصر العربية الذين ظلوا يمدوا اللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم بكل المعينات المطلوبة ولم يتوانوا يوما، وده بيمثل امتداد طبيعي وتاريخي للعلاقة الممتدة المتجذرة بين السودان ومصر. وما حصل يعني طلبنا اي طلب ما كان جاء اليوم الثاني، فلهم الشكر ولهم التحيه، والتحيه لحكومه مصر وشعب مصر على هذه الوقفه معنا في هذه الجائحه. انتهز هذه الفرصه لاحيي حكومه مصر لما قدمته للعالقين المصريين السودانيين اللي كانوا موجودين بمصر. حقيقه كانت معاناه كبيره، ووجدنا منهم كل دعم وكل تعاون حتى تكلل عمليه عوده اخر عالق بالنجاح. لكم الشكر الجزيل.